الفتنة الاحتجاجية مع الأطر التربوية اللي هذه مدة طويلة ما كتاخدش الأجر ديالها، وبالتالي ما يمكنش ليها تشتغل بدون الأجر، لأن أي مجهود خصو يكون مقابل ديالو أجر. وبالتالي ملي كتوقف المؤسسة على أنها يعني على العمل راه كتضيع الأسر، لأن ما كنتعاملوش مع أطفال في وضعية عادية، كنتعاملو مع أطفال في وضعية إعاقة وأغلبهم إعاقات عميقة. ما يمكنش الأسر تكلف بهم، لأن ملي كتخلي الطفل معاك في هذه الوضعية في الدار بمعنى أنه إما الزوج أو الزوجة ما غاديش يشتغلوا، وبالتالي خصو يبقى معاه توت لا جورني، خصو يبقى معاه النهار كله. فبالتالي هذا المسؤول هذا ما حاش بهذه الوضعيه، لانه اصلا ما عارفها كاع يمكن واش كاينه في الواقع كاع، لان ملي كيسدوا دنيه على احتجاجات اللي دامت اكثر من 15 يوم وناس كتغوت وكتقول اودي عطونا خبز عطونا الاجر ديالنا، ما يمكنش نشتغلوا بلا اجر. وبالتالي هذا راه كيضرب حق دستوري لهذ الاطفال، عندهم حق انهم يعيشوا بحالهم بحال الناس، يقراوا يمشوا للمؤسسه، ما دامت هذه المؤسسه موفره لهم الشروط يعني الانسانيه وشروط عالميه في الاشتغال، ماشي كتدعي لي شي مؤسسه اللي بسيطه، كتشتغل بواحد الضمير مهني قوي، المربين كيشتغلوا بضمير مهني قوي، الاطر التربويه كامله. فملي كتجي هذه الجهه وكتسد ودنيها فبالتالي راه كتضرب حق دستوري لهاد الاطفال، وبالتالي كنعتبرها جهه غير مسؤوله، لان الجهه المسؤوله غتحتجوا الناس يوم ويومين ثلاث ايام، غتتصل بهم وغتفتح معاهم حوار، غتعرف المطالب ديالهم، مطالبهم بسيطه ومشروعه وانسانيه مقبوله. كنشتغل خصني نتخلص، علاش غتماطل؟ علاش ما غتخليش نتخلص؟ علاش؟ ما هو السبب؟ عطيني ما السبب بعد علاش ماطل عليهم؟ وما حققش ماطل عليهم، لانك انت كتنفذ واحد الخطه اللي حطها عاهل البلاد، هو اللي حاط الخطط دعم الاطفال في وضعيه اعاقه، ما تصدقش عليهم من جيبك، هادو الاموال ديال البلاد، ديال الوطن، وهادو اطفال مستحقو استحقات ديالهم هذه، ماشي غتخرجها من جيبك، باش غادا تماطل وتسد عليها عباد الله الروبيني، كاين شي حد كيشتغل بلا ما يتخلص، باش هاد السيد هذا باش غيعطي لهاد الاطفال، راه ما كيشتغلوش مع اطفال اللي غادي تدير لهم يعني برنامج ساهل وغتخدم معاهم فيه، راه عندهم برامج قاصحه، وكيخص الاطار التربوي يكون في وضعيه مريحه، وما يمكنش يكون في وضعيه مريحه ويجي وخاوي، ما يمكنش، راه اي واحد في هذا العالم ما يمكنش يشتغل بدون ان ياخذ الاجر ديالو، والاسر راه اسر غاده في الاشكال النضاليه، وغادي نساعدوا معاهم الى اقصى ان ذاك السيد يتحرك ليه الضمير ديالو شويه ويفيق ويقول لها اودي الله حق، وحنا راه في الحق هذا حق وماذا حق وراءه طالب. ولادنا بركوا على الدراسه، انا كنعتبروا هذه ماشي جمعيه مؤسسه مكفله لنا بولادنا، الدراري ولادي انا كيف كيمشوا للمدرسه ولدي تا هو كيجي لهاد المؤسسه، كيجي ترونسبور اللي مكلف به من 7 ديال الصباح حتى 5 ديال العشيه، كيجي مكلفي به الماكله ديالو الشرب ديالو التطبيب ديالو، لك الدري غير لا مرض وعرفوا بانه دار شي حاجه الطبيبه كدوز ليه وصيفط لك لوردونونس، عندهم الامكانيه تشريو الدواء كيشريو، ما عندهمش كيصيفطوا لك لوردونونس، ما كنخلصوا حتى ريال. تفاجئنا هذه العطله الدراسيه، وقبل من وراء العطله الدراسيه قالنا من ترونسبور قالنا ما يمكنش نجيبوا الدراري حيت ما كنتخلصوش، وتفاجئنا اكثر بان الناس ما مخلصينش 7 شهور ولا عام ما مخلصينش، قال لك حنا ما كنتخلصوش، وحيت واحد غير شهر ما كيتخلصش وعندو المتطلبات ديالو كل واحد والظروف ديالو الله يحسن العوان، وهاد الناس ما يتخلصوش راه ما يمكنش. هادشي علاش جينا خرجنا حنايا ودرنا وقفه، كنازروا هاد المؤطرين وكنتمناو تسوى الوضعيه ديالهم ويوقفوا الناس، يعني الدوله بقات غاده وكتهمش في المعاق تهمش فيه، دابا بقات لنا هاد الجمعيه دابا كيحاولوا باش ينفى هاد المعاق، كيحاولوا باش ينفيه بدرجه بصفه نهائيه، يعني كانت حنايا درنا في جميع المؤسسات جميع الجمعيات المدارس باغا غادي تشدوا لينا ما شدوا تشدات ولاد المؤسسه، دابا هاد الجمعيه حتى هي باغيين يصفوها بلاش الناس ما كيتخلصوش يشدوا الكل، داك راه ما يمكنش، يعني بنادم كيدير واحد المجهود وكيدير والله اللي كيخلصهم عليه صراحه، راه ما يمكنش شي واحد يخلصهم والدوله يعني في العود ما تعطيهم الاجور ديالهم ما كتعطيهمش، راه لا حول ولا قوه الا بالله. انا ام يوسف بن ولدي كيقرا هنا، ملي كان باقي صغير كيدير لي كوش، هما مهرلين فيه الاطور مهرلين فيه الجمعيه الاداره كل شيء الرئيس كل شيء الله يعمرها دار ثلاث العام، هما وقفوا لهم الدعم الاطور اللي كيتهلاو فيهم كيخليهم احسن من الامهات ديالهم، داكشي اللي كيتهلاو فيهم احسن من الامهات ديالهم، مساكن مشرطين ما كيتخلصوش مساكن وصابرين عام ونص سبع عام ونص، هما يا مساكن مشرطين هما مشرطين الاطور ما كيتخلصوش دابا عام ونص، حرام عليكم يا ربي يا ربي تيسر اموركم دابا تيسر امور هاد الناس مساكن باش يقبلوا لينا ولادنا ويعطيوهم، راه مساكن
ولكن وليداتنا كيتحبسوا في الدار، راه ولفوا الجمعيه ديالهم ولفوا الاطر ديالهم والرئيس ديالهم. الله يعمرها دار، الله يعمرها دار، ناس مزيانين كلشي كيتهلاو فيهم، كيتهلاو في وليداتنا. الله يرحم الوالدين لما اديو واجبات ديال هاد الاطر باش ساكن يخدموا مع وليداتنا. راه مساكن تشردوا، راه تشردوا مساكن، ما عندهمش حتى ما ياكلوا، ما عندهمش حتى باش يخلصوا لا كرا لا والو والو. محبوسين مساكن على ريال لا جوج، وصابرين على وليداتنا حاضينهم. الله يرحم الوالدين الى ما اديو لهم الواجب ديالهم باش هما يتعاملوا مع وليداتنا هاد المعاقين مساكن. لا لا حول ولا قوة لهم، محبوسين في الدار دابا، محبوسين مساكن حيت مساكن الاطر راه تغلبوا تغلبوا. الوقفة اللي وقفنا هاد الوقفة على حساب الدراري، ما بغيناش يضيعوا يتشردوا لينا، وحنا ما حنين بزاف بزاف، وحنا ما غنلقاوش احسن من هاد الجمعية. وكنتمناو من المسؤولين نتمنى من المسؤولين يصاوبوا لينا هاد الشيء. الدراري عندنا حنا مجدين بزاف، وبغينا من المسؤولين يتكلفوا لينا بهذا الشيء، بهاد المعاقين راه كيتشردوا بزاف وتشرت محن بزاف.